أصل نحو المعالي المسير، أشيد بالحب صرح الإخاء، أبني إلى الحق أسمى الجسور. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوة المشاهدين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أنا سعيد أن هيأ الله لنا أن نلتقي معكم مرة أخرى في برنامجكم الأسبوعي برنامج مع الناس، وإن كان في شهر رمضان له مزية خاصة، لذلك صارت حلقتان في الأسبوع. لازال حديثنا متعلق عن تلك الصفة الوخيمة، الصفة الجائرة، تلك الصفة التي نزعت البركة بين الناس، بل نزعت البركة من الأرض، هي صفة الظلم. الظلم مرتعه وخيم وعقابه أليم، وتكلمنا عن بعض صور الظلم في الحلقات السابقة، ووصلنا فيما وصلنا إليه، قلنا أن من أنواع الظلم المحاباة في الوظائف أو في الإمارة أو في الإدارة، بحيث أني أنا مدير مدرسة وولدي يتخرج من التربية وبيقري لابد يكون مدير، حتى وإن كان فيه أقدر منا وأقدم منا، أيا كان، كأني المدرسة أني عندي فيها كاف سبعة، وكذلك في الجامعة، وكذلك في المصنع، أني ماسك مصنع الحديد الصلب أو الشاحنات أو أي مصنع في ليبيا، لابد أن يكون ولدي مسؤول كبير في الدولة، في ذلك، في تلك المؤسسة. ما نطلعش أني زي ما يقولوا وأنا ولد الفار يطلع جوهر، لابد يطلع لي ولدي، ولابد ياخذ المكان ويعيش في الحياة اللي عشتني. أبدا، ما هكذا تقسم الوظائف في شرعنا، وما هكذا تبنى الدولة. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر فقال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة. إيه، يلي تملك الأمر هذا، يلي تملك أنك تأمر، تملك أنك توقع على وضع هذا في المكان هذا أو تعيين أو غيره. من ولي من أمر المسلمين شيئا فأمر عليهم أحدا محاباة، شن النتيجة؟ فعليه لعنة الله. يكفي، هذه بروحها يكفي، طرد من رحمة الله. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يصلي، يصيم، يحج، يطير، عمله مش مقبول. مش أنا اللي قلت، تروا ما بيقول يوزع في الرحمات مقعد مزهنايا، والله أبدا. هذا قالها الذي لا ينطق عن الهوى. فعليه لعنة الله، لا يقبل منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. فهو من الآن نقيم في الحج على العباد، مش على الأقل يتذكروا معنا يوم المعاد. راهو وردوا بالكم القضية اليوم، راهو غضوة. كم من حلقة نقول لكم راهو عنوان الآخرة وقفوهم إنهم مسؤولون، دير ما يساعدك. من أنواع الظلم وما أكثره في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية الحلف على يمين كاذبة. ليش؟ من أجل اقتطاع أرض مغتصبة، بس يحلف بالأيمان، حتى المغلظة، حتى بالطلاق. الحد ما وهني، قلت لك إلا هني، زي ما قلنا في الحلقة الماضية، يقول لك سكروا عليه صغار قوي الطريق، طريق يسكروها يا عباد الله، ويحلفوا على ذلك ما يبرخوا. الناس اللي تخاف ربي زمان، أهل البركة، يقولوا التراب رزين. شو يعني رزين؟ لأنه من اغتصب، أنه يتم نقول حديث قدامنا، من اقتطع أرضا ظالما لقي الله عليه غضبان، وفي حديث آخر طوقه يوم القيامة الشبر اللي اغتصبه. فأكل الحقوق بيمين كاذبة، أو اغتصاب الأرض بيمين كاذبة، بالله وطالله، أنا نحلفك حتى زي على يمينك هذا تحلف به، ونقولك راه اللي ندير الشيء هذا، بالله وطالله له ظلم عظيم وعقابه وخيم، ظلم دنيوي وعذاب أخروي اللي يدير فيه، وما كرابح لدنيا لا أخرى يا صاحبة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: من اقتطع أرضا ظالما خيرا لقي الله عليه غضبان، والعياذ بالله. الحديث أخرجه مسلم. بالله، كم من شخص اقتطع أرض أو اغتصب بيت أو منزل أو كذا، وقاعد يصلي فيه ويقيم ويقول لك ربك غفور رحيم،
ترى مانيش عارف الناس يحفظوا غير النص اللي يعديهم بس. يقول من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة، كلام سليم وصحيح. لكن حتى اللي قال لك الحديث هذا هو اللي قال لك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، غير بشت الحديث كذا بسيب هذا ولا يجد ريحة وريحة من كذا وكذا من فعل كذا. حديث كثيرة تمنع المسلم إذا ارتكب خطيئة أن يدخل الجنة، أزي الحديث هذا. أنت قول لا إله إلا الله وجبت لك الجنة، لكن أنت بعد ما يقتص منك، أنت أهل للاقتصاص يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك في الحديث من اقتطع أرضا ظالما، ظالما يعني مش أرض واحد ظالم، لا هو الذي اقتطع الأرض حالة كونه ظالما. أو مرات ما يعرفاش أنه يحسب أرضه فعلا مسكين وما جاش حجة تثبت أنه مش أرضه ولا كذا ولا كذا، المهم لغفلة لأن تقوم عليه الحجة يسيبها لهالها بعدين. لكن اللي يعرف أنه مش ليه وبيخده بقوة السلاح وبالنحاس وبالنهار الأبيض ونهار أحر في حشاكم اللي من على رأسه هذا، لقي الله وهو عليه غضبان، أخرجه مسلم. وفي حديث آخر عن رسول الله أنه قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه احلف. شل استفدت انت تعرف ان الحق والله ما هو ليك وتحلف عليه بيمين ان ليك، باي انت فوتت على القاضي وفوتت على صاحب الحق وفوتت على المستمعين كلهم وعلى الشهود وعلى غيره، لكن يوم القيامة حواسك بتشهد عليك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. وما تشهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ باي غير هذه، غير الآية هذه، الباري عز وجل يوم القيامة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. منين احلفت فديك القعميزة وفوتت؟ ربي يعرف عليك كل شيء. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه شو صار له؟ عاد 60 70 80 برا 90 وصلنا ل100 وبعدين بالسلامة الآخرة طول. ولما يوصل الآخرة بتفتح للملفات من ضمنها اقرأ كتابك، يقول لله ربي بالقرآن هذا، طلع كتاب متاعك واقرأ، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أقرأنا شي كاتب فيه كتاب بس، فقد أوجب الله له النار. هذا كمالة الحديث، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. ساد هكي ولا مازال له، وحرم عليه الجنة. واحد من الحاضرين فقال له رجل يكلم في الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، ما معقول أنا أخذت ولاعة من واحد عشان ترد له ظلم، أخذت منه قلم عشان ترد له ظلم، وإن كان شيئا يسيرا ظلم أنه أقصد راه ظالم مغتصب، أما بالإضاء وبيطيب خاطر لا بأس. وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن قضيبا من أراك. القضيب من أراك اللي هو العود السواك، هذا عود السواك، هذه شجر زي التوت يقطعونها في عرفاتها طروف طروف، غير اسمها الأراك. قضيب من أراك يسوى عاجز تقام لو في الوطاد قيمة أنت خلاص. فهذا هذه من الحديث الصحيحة. فبالله عليكم الناس اللي يحلفوا حتى في المحاكم بيغلظ الأيمان باش يسقط حق هو مش ليه، حق لغيره باش يسقطه في أي كان الحق. مرات يحلف على أم مطلقة أنها لا تصح لي هيك نكاية فيها بشي زي ما نقولوا احنا يكويها في قلبها، لا تصح للحضانة لمرض أو جنون أو فسوق أو غير ذلك، وهو يعلم أن ما حلف عليه كذب. المهم تو نوريها، تو يوريك ربي أنت، ستجد ما فعلته يوم القيامة وستحاسب عليه. فأي الحق تسقط بيمين فسيقتص منك الله كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في عود مسواك، عود عادي، بالله عليكم فكيف بمن حرم الناس من الأموال أو حرم الناس من الأموال بل وفصلهم من الأعمال هكي؟ هذا تو نوريه هني. باين تو عندي قريبي
مناسب مديري في العمل تعارك وزوجة تسقدها، مديري من العمل ينتقم مني نيه يوريني يعلمني شيء، انتم عيلة فلان مش سقدتوا لي بنتي تور ربكم كلكم، تاني فجيت انت لما اعطيتها بنتك شاورتني، انت لو كانوا مع سعداء انت تعطيني من السعادة بتاعهم، والله في المبروكة ما تدورنيش وفي الحرفة ما اختري حرف. يا اخي اتقي الله انت يا صاحب العمل، ما تخلصش هذه من هذه. تعرف سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء قاتل اخيه زيد وهو يعز عليه جدا، لان فيه النخوة العربية كان ينتقم لاخوه، وكان يلقى ها جاي بياخذ الاعطية متاعه من بيت مال المسلمين، فسيدنا عمر قال له انت قاتل زيد؟ قال له نعم. قلت له في لما كان كافر وبعدين اسلم. قال سيدنا عمر يوسف القصة ان هذا من ابغض الخلق لي في اللحظة دي لولا الاسلام. فالرجل قاعد كان يشوف في حلم او حلم سيدنا عمر لما قال له خذ حقك وانصرف، وقال له راني ابغضك، قال او ينقص ذلك من حقي شيئا؟ بغضك لي نيه بتنقص لي من حقي في بيت مال المسلمين؟ قال لا. تعرفوا مش قال له شكرا وبارك الله فيك، قال انما يبكي على حب النساء، يكلف امير المؤمنين، وانصرف وهو قاتل اخيه. سيدنا عمر لم يظلمه ان الفاروق اسمه. فزي ما قلنا لكم اذا مكنك الله من رقاب الناس ومن اموال الناس فاياك ان تتعدى على حقوق الناس. موضوع قصير جدا، العمر يجري تفصل العمل وفصلي، لكن عاش فصلته تفصلتك ليه من العمل اكبر من الجرم اللي اتهمت به، وعقوبتك انت يوم القيامة اخطر من العقوبة اللي تتلها في الدنيا. انا نتمنى من كل مسلم قادر ان يتحلل من ظلم الناس كما علمنا امام البشرية جمعاء صلى الله عليه وسلم لما وقف امام الناس وقال من كانت له مظلمة عندي فليأخذها، فسكت الناس حتى تكلم رجل وقال يا رسول الله احد الصحابة لقد وخستني بعصاتي نوي في بطني، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا خذ حقك، فقال حتى ان تكشف عن بطنك الشريفة، لانك لما خصتني بالعامية انا ما كنتش ساتر نفسي، ما عنديش بستر نفسي، سنقول لابس ثوب الاحرام، فكشف له الرسول صلى الله عليه وسلم عن مكان الوخز، فقبلها الرجل وقال انما كان ذلك انما اردت ذلك ليكون اخر عهدي في الدنيا. لكن شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف مكن هذا الرجل وهو امام البشريه وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ما نحن كيف؟ انا عن نفسي انا اكلم فيكم عن نفسي، قد اكون ظلمت الكثير من الناس، وادعو الله ان ياتي كل من له حق علي وياخذ حقه. ما عندي ليش نماطله ايا كان الحق معنوي او مادي، قد اكون اخطات في حق الناس مانيش معصوم، وهذا منهج لكل مسلم. انت غلطت في حقي كلمني كانك تتفكر، وكان جاك حد وقال لك راك انت غلطت في حقي يقول له تفضل ثبت حقك وخوده، ما عندكش مشكله معنا. مش تو يقول له يلا والله نبي من بوك فلوس، يقول له ابوي مات وانا بروح فرتحت راسه، محسوبك قراجه قويه والله جاني مسكين يا سبا هيد جايب فلوسي نعطيه له، فوالله مسحت بيه وطاح شكله، يقول له قلت له بروح فرتحت راس ابوي. هذا كلام انسان يخاف الله؟ يا اخي ما تقولش الكلام هذا، سبحان الله. اذا كان اتاك صاحب الحق على والديك وقال لك عندي عليهم حق وجاب لك بينه قاطعه، واحده من الزوج يقول له حاضر انا ملزم، يقول له الان يوسع لي ربي ونعطيك والله ما عندي، مش انت تقول كانك شامت في ابوك؟ في من جامد انت؟ حقه والله ما ضاعه. فراه كل انسان عليه ان يواسي خصومه من الان قبل ان يقع الافلاس. تعرفوا الافلاس انتم؟ من المفلس؟ اتدرون من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله، قال لا، ولكن المفلس من ياتي بصيام وصلاة وزكاة وحج وغيره من الاعمال الصالحة، وياتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا واخذ مال هذا
فيؤخذ منه من حسناته، فيعطى لهذا للي شتمه حتى يوفي حقه، ويعطى لهذا للي ضربه حتى يوفي حقه، ويعطى للي بعده. فإن فنيت حسناته، والله ما عاد عنده باش يخلص، خذوهم منه، هم ما شاء الله معدودات، حسنات متاعه معدودات، لكن التلي يسيبوا منه هلبة، واجد مفلس ما هو عابع لروحه، ماشي بيه عنده باش يقابل يوم القيامة، اطلع مسكين والله ما عنده حاجة، هذا من اللي يرفعهم كلهم مش لي ديون، أول حاجة خذوهم منه بايته، ومعناته وين مصيره؟ واحد كفة اليمين ما عادش فيها حتى حسنة، ما نبوش يتكلموا كفة اليسار شن فيها، مرة تعالوا نقولوا معاش ما دار السيئات لكن ما عندهاش حسنات، ما نعرفش كيف تجي تصورها المثل هذه، لكن لنفرض مثلا يعني نقول لك باي يلا يا باشا مسال في جماعه يبوا منك باشا عندكم بتخلصون تموا حسناتي، فيؤخذ من سيئات خصومه فتطرح عليه، ما هو الخصومه كان ينحو منه شويه سيئات، الميزان يعني قريب معدل مثلا شويه حسنات طالعه فوق، كان حولهم منهم ونعطوهم لغيرهم تنزل السيئات، يفوز ذلك الرجل بهذه. كيف باش يفوز؟ يحمد الله ان هي الله له في الدنيا خصوما مثل هذا الرجل الاحمق الذي باع حسناته او اشترى سيئات غيره، فتؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ويطرح في النار. هذه كلها نصوص شرعية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي يوم القيامة لا تنفع الأهات ولا الوسطاء ولا يجزي الأصدقاء ولا الأخلاء، ما تعباش الكلام ده بكل، بل الحسنات والسيئات، هذه العمولة، لا يورو لا ين لا دولار، هات هاك ومن غير جهد. توا اللي نقرب لكم المسألة الآن، أنا شبحت حتى في بعض الدول العربية، وياريت حتى في بلادنا يصير الأمر هذا، هي أول ما دورها في بلاد الأوروب، اللي يعمل خطية في قيادة السيارة ولا في الكهرباء ولا في أي مشكلة، مربوط بيانات يعني رقم السيارة مربوطة بحسابه، رقم حسابه في المصرف، في أوروبا عندك حساب واحد بس، تفتح حساب آخر بيطلع في المنظومة زي الازدواجية، كل شيء معروف. فأي خطية تديرها غادي عندهم يحاسبوك طول بالفلوس، طلعت السمافر الأحمر ماشي طاير، كان فيها عقوبة حبس بروحها، لكن المخالفة طول بجيك رسالة في النقال متاعك لقد تم خصم ما قيمته 300 دينار ليبي مثلا، تصور ديروها هنايا، من اللي خصمهم برا مشي أسل، شوف وزارة المالية كان قصلت وصلت فيهم، والله وزارة العدل، والله مش عارف ما وزارة، أما هم وصلوك حتى بتمشي تشكي يقول لك قايل لك الجهة اللي خصمت لك علاش خصم 300 دينار الساعة الفلانية اليوم الفلاني بسبب كذا خروجك في الإشارة الضوئية الحمراء. ما زال بالله عليكم لما يلقى من رصيد انتحوا 300 جنيه يطلع في الأحمر، حتى ما عنداش راهو رصيد، قالوا لي هادهم في أخوتنا العرب قالوا لي لما ما عندكش رصيد فلوس باش تغطي الخطيئة متاعك تقيد عليك مدة في السجن 6 شهور أو 3 شهور في كل خطيئة تديرها، أنت مطالب من النائب العام طول بدون محكمة. كذلك يوم القيامة ما عادش فيها الاستئناف والاعتذار ولا كذا ولا غيره، انت غلطت فيها بناخذ من حسناتك، ما عندكش بنعطيك سيئاتي، ثم طرح في جهنم وبئس القرار بلا شفعاء ولا أنصار. وهذا المشهد يصور الباري عز وجل يوم القيامة في قوله تعالى وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ومن الآن أنذرناكم بما أمرنا به الباري عز وجل، وأنذرهم يوم الآزفة يوم القيامة إذ القلوب لدى الحناجر، الله الواحد قلبه بيطلع منه، كاظمين من مال الظالمين من بينفجر، ما عندناش حتى كيف يعبر عن نفسه، كل شيء بيصير غصبا عنا، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. اللي بيخدم عليه الكلام هذا ما يتعداش على حقوق الناس، ما ينقذش في بيوتهم، ما يكلش أموالهم ظلما وزورا، ما يفصلهمش من العمل ظلما، مش معناته يخليها سبهلل وما يحاسبش المقصر على
تقصيره، لا لا، تكلم عن حقوق احنا. أن نذكر كل ظالم بيوم إذا بعثرت القبور وحصل ما في الصدور شن يصير؟ وعند الله تجتمع الخصوم، ولما بيجتمع الخصوم عند الله سبحانه وتعالى شن بيصير؟ ها؟ شن بيغر بيقعمز ولا قاعد بسين ولا شن؟ وعند الله تجتمع الخصوم فيقتص من الظالم المظلوم، هذا سبب الاجتماع. وعليه ينبغي أن نعلم جميعا بلا استثناء، ولدك الآن يسمع فينا اللي هو ماسك ميليشيا والله ماسك منصب وإلا ماسك شنو، ولدك أنت يا حاجة اللي تخافي ربي وتصيمي وتصلي عضو في البرلمان ومضيع الأمة، ولما يجيك بالسيارة الفارية ويجيب لك الحرير والله يجيب لك الدب تفرحي بيه، يقول لو أن ماشي بيه زي زمان. أنا شو شكولي جاراتي وقالوا لي راو فيه وفيه وفيه، كلمي أنت كان تبي تعملي بقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة، لأن الظالم زي ما قلنا مرات ما يقدرش حتى يتحمل كثير من الكلام اللي نقوله فيه، لكن وين بيمشي منه؟ في حاضنة اجتماعية فيه بنقوله احنا 500,000 من 6 مليون الآن يسمعوا فينا، بس نسبة بسيطة معقول 500,000 هذا لو عاودوا هذه الرسائل للظلمة لكفتهم. الظلم حرام ومن كبائر الأثام ومن الموبقات العظام، ما في شك. كيف نعرف الكلام هذا؟ منين جبناه؟ قلت لكم في الحلقة الماضية أن الله سبحانه وتعالى لم يحرم على نفسه شيء إلا الظلم، فقال البارئ عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرام إلى يوم القيامة فلا تظالموا. وشايف ما يؤكد هذا الحديث حيث المعنى قول البارئ عز وجل في القرآن العزيز إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، في قصة من تو ما نجيب لكم مضمونها كامل، لكن المرأة اللي جت لسيدنا داود عليه السلام وقلت له ربك ظالم يا نبي الله، قال بل هو العدل. ويحك يا امرأة قلت لني نتغزل في الصوف متاعي ونختم على صغاري واني ربي في ايتام زي ما نقولوا واني فدوره شيء طائر اقفز على رزق الايتام وعلقه في مخالبه ومشيبي. قلت له تو ما يقاش الطائر الا نيت صلت على رزق ورزق الايتام وهو يعمل بامر الله، هذا مش ظلم؟ فقبل ان يقضي داود عليه السلام المساله بينه وبين المراه لأن المرأة بعد أن أخذ الطائر حقها ومتاعها أخذت زمان حتى وصلت إلى داود عليه السلام، زي نقول مرأة بجي على رجلها تو مزليطن لتجور هنا تبي باش توصل بتشكي لي نبي الله. فما أن انقضى المجلس حتى دخل رجل يحمل كيسا من الذهب وقال له جايب لنبي الله داود، قال له يا نبي الله داود هذا المال نبيك تعطيه لأكثر إنسان محتاج. قال له شن قصته؟ قال له أنا تاجر وجاي من كذا إلى كذا بنقطع النهر، غرقت بي السفينة ويد بطائر يأتي فيترك الخشبة اللي تغزر لها الحاجة شورها فأمسكت بها حتى نجوت، فقررت أن أتصدق به. شو بتكون حال المرأة هذه؟ كيف تهبجها بلا ترتيب من عند الله سبحانه وتعالى؟ إن الله لا يظلم شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، غير احنا نستعجلوا على أرزاقنا. والبارئ عز وجل يقول لنا في كتابه العزيز من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، شو كمالة الآية؟ وما ربك بظلام للعبيد، سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، رأوا فيها معنى العبيد، يقولوا أن العباد هم المميزون من عند البارئ عز وجل، الصالحون المسلمون الأتقياء الأنقياء إلى غير ذلك، هذا على ما فسره بعض المفسرين، لأنه بعد أن استقرأوا كتاب الله وجدوا أنه قوله تعالى وعباد الرحمن، عباد مش عبيد الرحمن، من هم عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا؟ قل يا عبادي
أنسبهم لنفسه، هو العباد المسلمين قاعدين. لكن وما ربك بظلام للعبيد مطلق البشر، هذا على تفسير. فالحديث نعودكم فيه كم من مرة، اللي رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، حديث قدسي. شنو يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الباري عز وجل؟ إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الحديث في صحيح مسلم تلقوه. ومن أنواع الظلم أيضا أكل أموال الناس بغير حق. الله 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 الله، ما أكثرهم أكل أموال الناس بغير حق، والإساءة إليهم وإيذائهم والبداءة معهم. تبدأ تطاول عليهم بلسانك لأنك أنت أخوك شخصية كبيرة ويقدر يحبس ويطلق ويقدر يقتل ويطلع على حد، ولا قريبك ولا صديقك ولا تعرف فلان ولا علان. مرة ألهد ألهد للتعيا في لحظة، كل ذلك سيسلب منك، ما هو السهل راو. المشكلة أنت أيها الظالم لو كنا سكتنا عليك إحنا بتضيعنا، إحنا بتضيع بلادنا، لأنك قالنا ربي راه الظلم هو اللي يهلك الدول. وقال حتى ابن خلدون تكلم على أن الدولة الظالمة والدولة العادلة، وجاء في الحديث أن الله لا ينصر الله، أو في الأثر في اللي تنسب حتى ما هيش حديث ويظن قالها ابن تيمية رحمه الله، الدولة العادلة وإن كان قومها على غير دين الله هم العدل بيناتهم بس. فسب الناس وقذف المحصنات، تو الآن خشوا شوفوا التواصل الاجتماعي كيف مستفيدين من المراهقين متاعنا وشبابنا وناسنا، كان يلقى أي خبر يذيعه للإساءة يقول لك هاي فلانة هذه صفتها ونعتها وحلها وتركها، كأنه لم يسمع بقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هذه ما يسمعهاش بك يا أخي، استر 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 الناس، استر بيتك. مش يفرح هو لما يسيء إلى الناس ويؤذيهم ويتطاول عليهم ويسبهم ويقذفهم؟ هذا كله ظلم راهو. شو قلنا الحمد لله والله حوشنا ورث الورج عن جد الجد وامورنا منظمه وناكله في الاحلال، ولكن ما يعلمش بروح ان عنده صور اخرى من الظلم اللي الان نشير اليها، هي شر مستطير وعدوان خطير. كل من يتصف بها يكون مفلسا يوم القيامه، ظالما منتكسا، زي ما سمعتم بكري. نعاود اللي فات نص الحديث اللي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما هو السؤال حقيقي، ما هو استفهام حقيقي، يقولوا إنكاري مشي ينتبه المخاطب. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لا الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، وما أكثرهم من يأتون يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. وبعدين ترى أنت تو شوف الثانية، تو هذه كنا 90% نقولوا عندنا منها، نصيموا ونصلوا ونزكوا كنا وجب علينا الزكاة، نديروا فيها هو بدليل تو نجول الشعب الليبي 6 مليون بينقى مش اقل من 5 مليون ونص اللي واجب عليه، او 3 مليون اللي واجب عليهم الصيام، وكان فطروا منهم اصحاب العذار ما زيهم حد، الباقي صايمين. والمساجد ما شاء الله في رمضان، وفي اللي بيموت على ذلك ان شاء الله نكونوا منهم اللي يموتوا على عباده وطاعه ويزكوا. لكن اللي نسينا الناس هادو، وياتي وقد شتم هذا مطلق، هذا يعني لأنه بيقع قدامه يوم القيامة هو بعدك، وقذف هذا. أنت إذا كنت تشتم في عباد الله فهذا ظلم، وسيكون سببا في إفلاسك يوم القيامة. وإن قذفت عباد الله فهذا ظلم، وسيكون سبب إفلاسك يوم القيامة.
وإن أكلت ماله، أنا بالنسبة لي عبد اللطيف العالم، أنا ما نأكلش في مال الناس، هذا نعرف على روحي، لكن ربما لو لا ندير فيها إن شاء الله ربي يصلح حالي. وكم من بشر يسيرون على هذا المنوال، ربي يصلح حالهم حتى هو حتى هم. فإحنا من الآن كل من له خصلة من هذه الخصال عليه أن يستسمح الآخر. والله الآخر يا شيخ رأو مات في طريقة للاستسماح، ما تخافش، وهي بالاستغفار له: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه. هذا دعاسة مأثور غاية في الروعة، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه. لما تدعو له بالمغفرة هذا يكون مرضاة له، لأن الدعاء يزيد الميت درجات في الآخرة إن شاء الله. وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، شوفوا قداش دار حاجة، وضرب هذا، تو الرسول صلى الله عليه وسلم قداش عددكم، جيب أنت ما عندك من صيام وزكاة وصلاة، ولكن هل فعلت من هذه الأشياء شيئا؟ الشتم أو القذف أو المال أو الأكل المال أو سفك الدم أو الضرب، هذه كلها نعم. نكمل الحديث بعدين. معنا السيد عبد الحكيم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، ونهارك مبارك إن شاء الله شيخنا الفاضل. حياك الله أخي عبد الحكيم، لا بس عليك، الله يحفظك إن شاء الله، ربي يتقبل منك يا كريم يا كريم يا كريم، حسناتك أنت وزملائك في قناة تناصح. جزاك الله خير يا عبد الحكيم، والله بارك الله فيك، حتى أنت مهتم جدا ومتابع وناصح، إن شاء الله فيكون ذلك سببا في دخولك الجنة إن شاء الله. اللهم امين، ربي يحفظكم ويحفظكم ويحفظكم انتم، احنا مش عارفين صايرين في الناس هذه، سبحان الله، في القرن 21 شيخنا فاضلهم، ربي يحفظهم الله. شيخنا الفاضل، ما ارى فيه تو في الوقت هذا والزمان هذا، كأنه يوم القيامه كل واحد يقول نفسي نفسي، حتى العائلات كنا عندنا مشاكل، ما فيش واحد، احنا مش ملائكه سبحان الله. الظلم هذا سبحان الله، ربي حرم عليه نفسه، حرم عليه نفسه، ما في شك، حرم عليه عباده، رب العالمين حرم الظلم عليه نفسه، والظلم بتاعنا احنا من كبيرها لصغيرها سبحان الله، تلقاه شوف ابسط حاجه توا شيخنا الفاضل. نسال الله رب العرش العظيم ان يحفظ القدس والمجاهدين اللي في بدنا احنا اللي عافروا في المجرمين الظالمين لانجاز يهود. صحيح والله، ما فيش يا شيخنا الفاضل، حتى تو الدول ما يسمى الدول العربية، ما نبوش نقول الإسلامية شعوفها فوفيا تانية، فما فيش تنديد، حتى لو حتى كلمة واحدة من البلدان اللي هي معناها نقوله معناها أمورها طيبة برؤسها بدولتها وكذا، ما تطلعش أي واحد تنديد على فلسطين سبحان الله، ما يصير فيه. احنا تلقانا سبحان الله كلها ماكلة وشرب، قالك يأكلون كما يأكل الأنعام بالأضل، هذا ربي سبحان الله، وين احنا من ديننا الطيب؟ المهم انك الانعام بانهم اضلوا سبيلا يا عبد الحكيم، صحيح؟ ايه، ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء، وين احنا سبحان الله؟ وشيخنا الفاضل سبحان الله، كل واحد يدور في عترة الثاني في الشارع، كل واحد من الاقارب كذا، هذا كصفته هذا نعته، هو سبحان الله ينعت على الناس وهو ثلاثه اصوابع راجعين ليه هو سبحان الله، قال لك حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، هذا رب العالمين. احنا تلقانا نميمه وحسد وحقد، كيف يغير ربي؟ قال لا يغير الله من قوم حتى يغيروا من انفسهم، الظلم على اداه سبحان الله، هذا هو اللب اللي في بلادنا الطيبه، لو نرفعوا الظلم، سواء المحبوسين ظلما، سواء المرضى اللي ما اعطوهمش اللي يمتحهم، سواء الناس اللي معناه يعلم الله بحالها، قصدي حاجات شيخنا بسيطه، انك انت بترتخي بهالبلاد الطيبه، وربي ينورك وليلتكم مباركه، وربي شكرا جميلتكم. شكرا لك عبد الحكيم، السلام عليكم، جزاك الله خير، بارك الله فيك سيد عبد الحكيم. معنا السيد يونس من مصراته، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحيه سيد عبد اللطيف، حياك الله اخي يونس، بارك الله فيك على المتابعه، الله يبارك فينا، ان شاء الله قبول منا منكم جميعا. يا كريم يا كريم يا اخوي يونس، نعم حبيبي، نبوك تحذر اخوتك المسلمين واللي بهم بصفه الخصوص من الافلاس يوم القيامه واسبابه كما ذكرت في الحديث.
الله اكبر. والله يا شيخ اول حاجه طبعا نحييك تحيه طيبه على دفاعك على علمائنا، وهذا مش مستغرب منك. شكرا جزيلا. ونقول طرفه في حق الشيخ اخيك الشيخ محمود بن حمزه رحمه الله عليه. امين. فكان الحلقات الاخيره اللي اتصلوا اتصل عارف انت يتصل فيه يسب فيه ويشتم وكذا. اي قالوا له حضر يعني، قالوا له يا شيخ انت والله انت من باب الحرف، قالوا له يا شيخ انت كذا وكذا، وكان يعني ما معناه ما نبينا ما تطلع. فقال لهم ان شاء الله انتم ان شاء الله انتم، قالوا مجاكم بكلام المشين هذا، كلام الشين هذا والسبان كل واحد يجي له. قال الكلمه الطيبه والكويسه هذه اللي ما عادش لقيت هذه السبك فيها. صحيح. وخذ بما له هذا الشتم والسب والظلم زي ما قلت لفلان، انت تشر من العلماء على الملا يعني في اذاعه، تبى انت لما تحرك قديش بتلقى الدعوه تشر انت لا حول ولا قوه. شو الاستفاده؟ بالضبط، بل يعني كان ليك ولاهلك مش كويس حتى قدام صغارك انت، لو في حتى ادبيات خلينا احنا يا سيدي نعمل المصلحوش، اللي قالوا في مصلحوش يقول اللي مصلحش ما يدورش، اذا كان اذاعه كذا عندك في نظرك مثلا نظر مصلحش اتصلت به يا سيدي ليش انت بعدين الحقيقه هو يا اخوي يونس يا اخوي توني عن نفسي تو العام البرنامج اكثر من عام ما عمرنا شدينا رمز من رموز الظلم بتاعهم يعني وتكلمنا عليه، علاش هم شدوا في رموز الاصلاح ويتكلم عليهم علاش؟ بالعكس تمشي وجهك حتى الحاخات لولا كنت متحفظ وما تبيش توقع في الحاجات هذه، وتمنينا ان البرنامج ما يوصلش الحاجات هذه، لكن هم لان ما يقدروش لازم يفسدوا على غيرهم. لا حول ولا قوه الا بالله. الله عليهم الهدايه. كان هذا قمه الظلم ان الانسان يقول بشيء يخطف واحد يحب واحد ياكل لحمه اخي ميت فكيف تبغى، فان شاء الله ربي يوفقك للخير. شكرا لك شكرا لك يا يونس جزاك الله خير على النصيحه هذه. كذلك الله يحفظكم ان شاء الله. بالسلامه سيدي يونس. السيد محمد من طرابلس السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله أخي محمد. حياك الله وبياك يا شيخ. أعطينا ما ينفع الناس في من نصح حول موضوع الحلقة وهو الظلم. والله يا شيخ كانوا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحدثوا في مواضيع الدين، فقال واحد تعرفون شر الناس؟ قالوا من شر الناس؟ قال من باع دينه بدنياه. قال صحابي الثاني قال هل أدلكم على شر منا؟ قالوا صحيح. قالوا من باع دينه ودنياه بدنيا غيره. صحيح. فاحنا نشوفه يا شيخ زمان لما المجرم جدران سكر النفط ينازيه في الشيخ الصادق الغرياني حفظه الله. ايه. تو لما يبوا يدخلوا مجرم الحرب حفتر وحكومه بشاغه هذه اللي بتمكن لمجرم الحرب حفتر، طلع لنا حتى اللي كان في صفنا بدا يمدح في حفتر وقالوا تو وصل النضج وتو يبي بدنا نستفيدوا من النضج بتاعها. بعد عمره 80 سنة فالإعانة الظالمين يا شيخ والله شيء يضحك ويبكي بنفس الوقت. لكن هذا لا يخفى على الناس راه وغير خايفين منه مرات. ما لا هو مش عملية خوف، هو بدأت الناس مصالح معاش الدينات تبيض للظالمين وتزاهلهم في الدنيا. هذا هو الشر من الظالم، الظالم على الأقل معروف وندعو عليه كل يوم بإذن الله ربي حيستجيب يا رب. لكن الناس عيال اللي تسوق للظالم وتطلع في الاعلام وتتكلم وتمدح فيه وتسوق له باش يخش على اشلاء الليبيين الشرفاء والاحرار، والله شيء غريب يا شيخ. إيه لكن يا اخوي محمد راهو احنا ما نبوش نحطوا موضوعنا كله على الجانب السياسي فقط، احنا عندنا ظلم مستشري حتى في الغرب الليبي، نتكلموا عليه حالات الافراد، كم من شخص يشتم الاخر وكم من شخص يقذف الاخر وكم من شخص يتكلم على الاخر وكم من شخص ياكل حق الاخر. موجود هذا يا شيخ، هذا موجود. كيف نعالجوه؟ كيف نعالجوه يا اخوي يونس؟ كيف نعالجوه؟ كيف نعالجوه؟ برفع صوت كلمه الحق، لما اللي على الباطل تقول انت على باطل. اهو نقول لهم الان انا وياك نكلموا فيهم نقول لهم يلي ناقصين في عشان الناس في املاكهم واموالهم اتقوا الله في هذا الامر وكفاكم ظلما، صحيح ولا لا؟ يا شيخ يسيبوا في رمضان هم واخذين حياش الليبيين بالقانون رقم 4. اي تفضل. والبيت السكيني والطياره اللي من يقودها. اه ريت هذا نقول. يسيبوا في رمضان. هذا نقول جانب هذا. اراه يا شيخ احنا مشكلتنا مشكله اراه مش غير القيادات الفوق، حتى احنا كناس عاديين ارانا الظلم اراه الظلمات بدينا ناخذه في الربا بدينا. وهذا ياكده يونس فيه. كله يا شيخ. يا محمد في نص يقول صحيح في نص يقول كيفما تكونوا يولى عليكم. بارك الله فيك يا شيخ، هو هذا اللي ساير. احنا انا اقول لك حاجه والله يا شيخ، انا مصر في ما فيش منظومه نمشي لها، والله الربا علنا اللي فيها في الشيكات اللي بالفلوس يا شيخ. حول ولا قوه. ربي يرحمنا كيف؟ والله ظلمات يا شيخ، والله شيء غريب اللي الخوه يخلف في اخوه وياكلوا في اليتامى والمساكين، ويقول لك كيف صاير فينا هيك؟
هذا من افعالنا. لكن احنا نجب نقول احنا على الحق واللي يشوف روحنا على الحق، اللي يقولوا الباطل باطل والحق حق في كل شيء، في السياسه، في الحالات الاجتماعيه، في اليتامى، في المساكين، لابد نقولوا كلمه الحق. لكن احنا يا شيخ معاش مدورين، المهم اني ناكل ونشرب وخلاص. كم عندنا الان في ليبيا، في ليبيا كلها كم عندنا من مخطوف قسري لا لشيء الا انه خالف مصالح القاطفين؟ يا شيخ هذه جبتها انا بقول لك وفدها يا شيخ. والله عبد اللطيف الكريك اليوم اكثر من 5 أو 6 سنوات، عمر العاقل قريب 5 أو 6 سنوات، اهل درنا، اهل بنغازي مسجون في سجون المنطقه الغربيه، خليك من مجرم الحرب حافظه، مسجون في المنطقه الغربيه ولا حياه لمن تنادي. الى متى؟ والله الى عين لكريك شمدار، لانه وقف قال ما نبوش اتفاق الصخيرات، مسجون اليوم ما يدري عليه حي ولا ميت. هذا اللي نبوه يا محمد. السياسيين راقدين، المسؤولين راقدين، والثوار راقدين، والشرفاء راقدين، والاحرار راقدين. والله يشيدني القلب. جزاك الله خير يا محمد. والله بارك الله فيك على ذكر هذه الاسماء. والله انا اقول لك الاخيره، الكلمه الاخيره. نعم. والله العظيم مفتينا اللي يقول في كلمه الحق اللي يسوى والمسواش يتهم فيه ويجدق عليه. صحيح. والله يغنوا في ميدان الشهداء، طلعوا لنا مره يقولوا يا غرياني يا غرياني الشعب اللي بخمس سنين يعاني ولا كيف؟ وجدران مسكر النفط، دماغه هذا هو المرض يا شيخ، هذا هو عيب لما علمائنا نطعنوا فيهم ونتكلموا عليهم، فكيف تربي ربي بيسخرنا يا شيخ؟ جزاك الله خير يا حميده. والله بارك الله ربي يبارك فيك حتى انت، وان شاء الله النصيحه تؤتي اكلها. شكرا جدا. نعم من معي؟ معانا السيد سالم من مايا. السلام عليكم. مرحبا يا اخوي سالم. قطع الاتصال باين بسالم. ايه نكملوا النص قبل لا يتصل بين حد اخر. بينا اذن ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف لنا وصفا دقيقا لكل مسلم ياتي بصلاه وصيام وزكاه يوم القيامه، هل يغنيه ذلك ويصله الجنه؟ لا يغنيه الا بشرط ان لا يقذف احد، ولا ياكل مال احد، ولا يسفك دم احد حتى ولو لان من قال لمن يقول من في معنى الحديث من ساهم في قتل اخيه المسلم ولو بشطر كلمه، بكلمه اق يعني. نعم يا سالم، يعني غير عاون القاتلين بس بشطر كلمه اقتل باء بدمه. نعم يا سالم. سالم تسمع فينا؟ مرحبا يعني بك انت ورب المايه يا سالم. ايوه نسمع فيك زين. انا يا سالم تفضل. خير يا شيخ، انت الخير والله يسعدك، وانت كذلك اهل الجنه ان شاء الله. انا وانت والسامعين والمشاهدين جزاك الله خير. بارك فيك يا شيخ. انا عندي حساب لي مصرف الزاويه اليوم لي 3 شهور وانا ناشي جاي، وطبعا لين استلفت وراجل مسقعد وما فيش واحد يمثل منه، وانا ماشي جاي يقول ايش ما على رحمه والديك توجه كلمه للناس هذه تساعد عباد الله على الخضر دفتر شيكات ما يبوش يعطوه. ما عندهمش دفتر سكوك يعني؟ ما والله على ما هم يقولوا ما هناش، وفي ناس يعطوا فيها وفي ناس ماشيه جايك، انا ما عندي حد والله ما هو ما هو اليوم 3 شهور وانا نتيجه ما عندهمش حق. انا اقول لك راهو اسمع، انا ما سمعت منك هذه ما هوش عذر انهم ما يعطوكش حقك، لان في طرق اخرى يعني من ضمنها انت تقدر تدير حواله داخليه لاقرب قريب ليك، لودك ولا اخوك اللي عنده دفتر سكوك تحطوا له، ما يبيش منك شيك ورقه داخل المصرف تصبهم في حساب فلان تعطيه مثلا 2000 جنيه هو يسحبهم لك. هذه طريقه هم ما يحيروش على رب المصرف، كان بيعطوك حقك يا حسان سالم، لكن احنا نصحوه. انا داري في حوالي، لكن مره تحشم هذا وتحشم هذا وتحشم هذا، الخضر دفتر شيكاته معناها الواحد ماشي وراجع ما فيش فايده. غريبه راهو احنا. شكرا شكرا جدا يا حسان، شكرا بارك الله فيك، ان شاء الله يسمعوا كلامك اهل المصرف الجمهوريه. نعم الاستاذه زهرة. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا استاذه زهرة، كيف حالك؟ طيب بارك الله فيك، جزاك الله كل خير على هذا البرنامج، وبارك الله فيكم ويفتح الله عليكم ان شاء الله. شكرا لك حتى انت على المتابعه. يا كريم على الجميع ان شاء الله. شن تنصحينا تو انت تمثلي جانب المراه، المراه حتى هي لها حقوق وعليها واجبات، فاذا ظلمت المراه زوجها او ظلمت ابنائها او ظلمت جاراتها فبما تنصحيها يا زهراء؟ والله ان شاء الله ربي يصلح حالهم ويهديهم. والله الظلم من اي واحد ظلم صعب، من المرأة من أي واحد الظلم والله صعب،
ان شاء الله ربي يهديهم ويصلح بالهم. يا كريم لكن قلت لهم اصعب حاجه ايه؟ والله اصعب حاجه معناها المراه لما تظلم جوزها ولا ابنها ولا اختها ولا اي واحد معناها ظلم مش كويس للكبير ولا اي واحد والله شبنيها ولا عزوزتها وياما منهم اي خاصه من قريب والله والله بالنسبه لي انا والله الحمد لله الحق لكن والله في بعض الناس ربي يهديهم ويصلح بالهم ان شاء الله بعد تو انت ترضي لشبنيك يا زهره ترضي لشبنيك وعزوزتك فعقاب عمرهم تحطوهم في دار العزازه لا لا والله لا سمح الله انا لا والله لا لا باي ترضي لزوجك يقعد انت ساكن في حوش فوق حوش ابوه وامه برمضان كامل ما ينزلش يشبح ابوه وامه شو صاير فيهم؟ لا حول ولا قوه هو ما فيش خير ابوه وامه بيجيب خير العواد ما مرته حاكمه فيه مرته قالت له رد باك تنزل لهم ما هذا ما ينفعش فيهم الخير فمشكله يا زهر هذا ماشي انت يا سيدي لا حول ولا قوه كيف ينصف المشكله كيف ينصف هذه الامه هي امه لا حول ولا قوة الا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والقران والتين اول ما ذكرهم في القران بعد لعبادة الله سبحانه صحيح وتعالى صحيح ان شاء الله ان شاء الله ربي يصلح العال ويحنن الابناء على اولياء امورهم وبارك الله فيك على تواصلك معنا يا زهره جزاك الله خير بارك الله شكرا كل سنه طيب ان شاء الله فنكمل الحديث لان دهمنا الوقت زي ما قلنا لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا واوصانا من ان نضيع اعمالنا وعباداتنا باشياء لا معنى لها قلنا من أمثلة ذلك القذف أو أكل أموال الناس أو غصبها أو إلى غير ذلك شن عقابه ما دم اللي يديروا في الشيء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيعطى هذا من حسناته يعطى هذا اللي هو أول واحد اللي هو قذفه وهذا من حسناته اللي أكل ماله ساعد في قتله بايعطاهم كلهم وفنيت حسناته فإن فنيت حسناته الرسول صلى الله عليه وسلم استرسل بالحديث قبل أن يقضي ما عليه شن يصير قال الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من خطاياهم من سيئاتهم من ذنوبهم فطرحت عليه ثم طرح في النار هذا في الصحيح هذا قرآن هذا كلام نبوي دستور للأمة كلها حذرنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لو صرنا عليه لصرنا ملائكة تمشي على الأرض كلنا ما فيش ولا واحد يظلم الآخر ولا واحد يخذف الآخر ولا واحد يساهم في سفك دم الآخر ولا واحد يغتصب أرض آخر ولا واحد يساهم في خطف مسلم بريء كم من سجين زي ما قلناكم الآن في 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 زنزانة لا توصف حتى الكلاب ما يقدرش يعيش فيها كرم الله الحضور يقعد فيها بستة شهور إنسان لا يستطيع القيام على رجليه مرمي بالله هذا شو اللي بيستفيد هذا الظالم اللي قاعد في مكتب يسوى 50,000 جنيه بصفة أنه آمر سرية والله آمر حتى القوات المسلحة كلها ما اخترأ أحرف حيحاسبه الأيام تجري وكل يوم يتسكر بحسابه فأنا يقول لك اتق الله خير لك واللي درته سادك وبرس اسمع الناس وطلق الناس بكش وكيل ربي في خلقه رأوا كم من جنات حبسوا الناس في عصر الطاغية والآن محبوسين المشكلة يا ريتهم محبوسين في الدنيا وحتى في الآخرة شب متحنن عليهم الآن وإحنا بنقول مساكين كبروا في السن ما كانوا يديروا فيهم في طغوانهم وورثوه للجيل الآخر الآن يديروا فيه فاتقوا الله يا أصحاب المسؤولية أينما كنتم وإياكم وغضب الله في هذا الباب ارفعوا الظلم عن العباد كي تنزل الأمطار وتنمو الأشجار حتى الحيوانات والبهائم والعصافير ترتاح من ظلمنا فراه ما فيش إلا الطريقة الوحيدة لأن نعيش بسلام وأن نقضي على الظلم ولنا حلقات أخرى في هذا الباب لأن الباب عظيم ربما الحلقة الجاية نختم بها هذا الموضوع فجزاكم الله خير على حسن إنصاتكم واتباعكم ومشاهدتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واصل نحو المعالي المسير شيد بالحب صرح الإخاء نبني إلى الحق أسمى الجسور